مرحبا، كيفكم؟ اليوم حنسوي فيديو عن اوبليك. اوكي، هلا بدي افاجيكم كيف حيكون لما نمسكه. اول شيء هيك بده يكون سوليد، وبقدر يكون هيك. السوليد كثير قاسي. لما تشديه، لما تتركي ايدك، شوف كيف بصير ليكويد ماي. يلا خلينا نفرجيكم الانجريدينت تبعته، المكونات تبعته هم الانجريدينت. ويلا نبلش. يلا هلا خلينا نفرجيكم المكونات. اول شيء نحتاج للصحن طبعا، ثاني اشي بنحتاج طبعا للمعلقة انه منشان انه تخلطوا. اوكي، والصحن ممكن يكون اي حجم بدكم اياه عشان الاوبلك يكون الحجم اللي بدكم اياه. اوكي، خلينا نفنجيكم مكونات. مي، كورن ستارتش، وفود كولر اذا بدكم فود كولر زي ما بدكم. بتقدر تخلوه عادي. عادي، انتوا حسب بدكم كولر او لا. عادي، خلينا نبلش نساوي الاوبليك. اول شيء بدكم تحطوا الكورن ستارتش كله. اوكي، ثاني اشي بدكم تحطوا شوية مي، شوي هالقد، بعدين تعدوا وتخلطوا. بعدين هيك حيطلع معكم، امسك هيك حيطلع معكم. هلا بدنا نزيد طبعا كمان مي. خليني افركه شوي. خليني انا ايش، لا استني شوي، هاي امسكيه. هاي نزيد مي. هلا خلصنا من المعلقه، انيها هلا نمسك بايدنا، نقعد نمسك ونخلط. هيك حيكون قاسي شوي وانتو بتخلطوا، بس حيكون ظابط وانتو عم تخلطوا. تقعدوا تضاركم تجربوا لبين ما تحسوا انه ظابط. لو حسيتوا انه شوي مو منيح زيدوا مي. وهلا بدنا نحط الفود كولر. اوكي، ريما حطي شوي. قولي لي بس خلص. اوكي، نمسك الفود كولر، طبعا حيكون اخضر. استنى هلا بنفرجيكم اياه. بنخلطه فيها قاسي، هو اوبلك طبعا قاسي. هيك اكتر بقدر. هلا عشان ينتشر اللون، عشان ينتشر اللون هيك. بدنا نمسكه نقعد نخلطه. خلينا نزيد مي لانه حسيته كتير ناشف. كورن ستارتش يعني بنشف المي بسرعة، بمصها. هيك زدنا مي، طلع كتير منيح. وبس هذا الفيديو، هذا الفيديو اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. وانا كتير بحبكم، وما تنسوا تحطوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير. اوكي، مع السلامة.